ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد سركيس تشوغريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذ سركيس. نبدأ من ملف أهلا بك المتعثر للبريكزيت، يعني برأيك ما هي أهم نقاط الخلاف وهل فعلا بدأت الأسواق تتعامل مع إمكانية الخروج بدون اتفاق؟ بالفعل كما شهدنا من توتر كبير خلال تداولات يوم أمس في الأسواق المالية البريطانية وانعكس على تحركات زوج الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات الأجنبية، بدأت الأسواق المالية حاليا بحسابات جديدة وهي زيادة احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. فالثلاث قضايا العالقة والتي حتى هذه اللحظة تعثرت المفاوضات حولها والتي تضمنت مناطق الصيد وكذلك حوكمة الشركات إلى جانب أيضا القضايا الأخرى البسيطة، لكن بشكل عام هنالك انخفاض في الثقة في الأسواق المالية البريطانية، سببها تزايد الاحتمالات أن تنفصل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. لكن الأسواق المالية نوعا ما أيضا تعتقد بأنه حتى لو تم الانفصال بدون اتفاق مبدئيا فربما سوف تتوجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقات تجارية أخرى على غرار الاتفاقات التجارية التي تنوي بريطانيا والمملكة المتحدة اتخاذها مع الولايات المتحدة واليابان وعدة دول أخرى. لكن حاليا هذه الحالة من التوتر في الأسواق المالية تعكس حالة من الحيرة الكبيرة لدى المتداولين، فأصبح لدينا الآن احتمال جديد كما أشرنا هو أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مع أن تستمر المفاوضات بعد الانفصال. سابقا كان يعتقد بأن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ربما سيقوم بتمديد المرحلة الانتقالية، لكن حاليا يبدو بأن كلا الطرفين إن كان في بروكسل أو في لندن يتوجهون لإتمام الخروج مع نهاية هذه السنة، والآن أصبح الوقت أضيق فأضيق وتتضاءل مع هذا الانخفاض في الوقت المتاح احتمالات التوصل لاتفاقات، مما يبقي حاليا على الحركة المتوترة للجنيه الإسترليني وكذلك لمؤشرات الأسهم البريطانية والأسهم البريطانية، وأيضا تنعكس أيضا على مؤشرات الأسهم في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وعلى تحركات أزواج العملات مثل اليورو مقابل العملات والجنيه الإسترليني مقابل العملات، مما يعكس حالة من عدم اليقين حول مستقبل العلاقات التجارية البريطانية والأوروبية. نعم، أيضا نبقى في المؤشرات الأمريكية، لاحظنا هذا الأداء الملفت بالنسبة لأسهم التكنولوجيا وهذا كان له تأثيراته على الناسداك، كيف نعلق على هذا الأمر؟ يعني كيف السوق حاليا تتفاعل مع كل المستجدات المتعلقة بزيادة عدد الإصابات بكورونا، خطط التحفيز هل لها علاقة بعملية التسارع في زيادة ربما التداولات على قطاع التكنولوجيا؟ بالفعل كما تفضلتي المتداولون حاليا أصبحوا أكثر انتقائية بالنسبة لتوجهات استثماراتهم، فمع خطط التحفيز من الفيدرالي الأمريكي إلى جانب زيادة احتمالات أن نرى خطط تحفيز مالية من الحكومة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، لكن كلها تمتزج بحقائق ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لذلك نرى المتداولين انتقائيين بشكل كبير إلى أين يتوجهون نحو أسواق الأسهم، رغم أن المتداولين تبرز لديهم قابلية للبحث عن الاستثمارات والمخاطرة، لكن في نفس الوقت أصبحوا يبحثون عن أسهم شركات سوف تستفيد إن كان على كلا الطرفين، إن كان من خطة التحفيز الأمريكية من الفيدرالي والحكومة الأمريكية كذلك، لكن في نفس الوقت قد تستفيد من استمرار ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا. فخلال الربع الثاني والثالث والرابع من هذه السنة، بداية الربع الرابع، شهدنا بعض الشركات مثل نتفليكس مثل زوم وآبل كلها كان أدائها إيجابي جدا، ولو نظرنا إلى تداولات يوم أمس على سبيل المثال أسهم شركة زوم التي انخفضت خلال بداية التداول لكنها عادت لتعويض الخسائر وأغلقت دون تغيير، أسهم مثل آبل أسهم مثل تسلا كلها ترتفع، وهذا يدل على أن المتداولين حاليا انتقائيون فيما يتوجهون إليه من الأسهم في ظل توقعات أول أن نرى حزمة تحفيزية من الحكومة الأمريكية، ثانيا مع استمرار تحفيزات الفيدرالي، وأيضا فوق كل ذلك لا يريدون المخاطرة على الأقل على المدى القصير في شركات قد تتعثر في حال بالفعل تزايدت
الإغلاقات في الولايات المتحدة مع تسارع انتشار فيروس كوفيد 19، وهذا ما يفسر بالتالي لماذا يفضل المستثمرون والمتداولون على الوقت الحالي وعلى المدى القصير التوجه نحو شركات التكنولوجيا. طيب أستاذ سركيس، وبشكل سريع، الذهب يبدو أنه يعود ليشكل تسارع في عمليات الارتفاع، يعني هل برأيك أنه غادر مناطق ربما المخاطر حول إمكانية انخفاضه أكثر من 1800 دولار للأونصة، أم برأيك ما يزال يستطيع أن يتحمل ربما العودة إلى دون هذه المستويات؟ في الوقت الراهن كما نعلم بأن خطة التحفيز الحكومية التي يأمل المتداولون أن يتم إقرارها ساهمت في دفع أسعار الذهب للارتفاع، لكن هنالك ملاحظة أخرى أفضل النظر لها الآن لدراسة لماذا يتوجه المتداولون للذهب، وهي الفرق في ارتفاع عوائد السندات ذات آجال الاستحقاق طويلة الأمد مثل 10 سنوات وثلاثين عام، والتي ترتفع منذ شهر 3 الماضي، لكن بالنظر إلى عوائد السندات أمد الاستحقاق 3 أشهر 6 أشهر حتى عام وعامين، عوائد السندات ما زالت منخفضة جدا. وبالتالي مع أي محفز إيجابي لأسعار الذهب نجد استجابة الأسعار، لأن المتداولين عندما يبحثون عن الملاذات الآمنة لا يستطيعون حاليا إيجاد ملاذات آمنة من السندات على المدى القصير، ولذلك يفضلون الذهب. وبالتالي مع استمرار توقعات الحزم التحفيزية الأمريكية، فأعتقد أن أسعار الذهب من المرجح أن تستمر بارتفاعها، لكن ضمن نطاقات محدودة نسبيا، لأن الحزم التحفيزية حتى هذه اللحظة متوقع أن تكون حتى هذه اللحظة ما دون 1 تريليون دولار. نعم، أشكرك سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب، أشكرك على كل هذه المعلومات.